منورين والله يا جماعه. تشربوا ايه بقى؟ شاي، قهوه، حاجه ساقعه؟ انا بقى عايز قهوه ساده من غير بن. حاضر يا عم، مش هيت اللي انت عايزه. ايوه، اصل انا عامل دايت. اما ممكن اطلب حاجه زيه؟ ما تقول يا ابني عادي، في ايه؟ ممكن تعملي لي كوبايه شاي بس من غير سكر عشان انا محافظ على صحتي زي ما انت شايفه. اه لا، بصراحه باين جدا المحافظه على جسمك. وانت يا خالد هتشرب ايه؟ لا يا جماعه، شاي ايه وقهوه في الولع دي؟ انا عايز اي حاجه، يعني ريت اي حاجه ساقعه، ويا ريت لو كوكتيل وتزود الفراوله والنبي. طيب حاضر ماشي، ويا ريت بس اي حاجه غير السخن عشان السخن بس بيبهدل اسناني. طيب سناني ايه بس؟ على المؤاخذه كده، انا بحب السنان ولا دكاتره السنان؟ انا عايز كوبايه شاي حبر عشان احبس. دقيقه واحده واجيب لكم اللي انتوا عايزينه. وخلاص حسن بس بيجيب حاجه وجاي على طول. ايه يا فاطمه اللي انت بتعمليه كده؟ عيب والله، انتوا ضيوفنا. عيب يا هاجر، ما تقوليش كده. وانا ما ساعدتكيش، يعني هساعدني؟ لا والله، لا انا كده هفعل بقى. لا وسع. لا يا هاجر ما تقوليش كده، انا هرفع منهم على طول. والله ما ينفع، وحياة ربنا ما ينفع. وسعي بس كده، انت قفي، انا استنيني لحد ما انا ما اخلص. خلاص ماشي، بس انا زعلانه بقى. لا والله انا ما اقدرش على زعلك، انت عارفه. ماشي. انت عامله ايه مع مصطفى؟ كويسين يعني؟ مش قوي بس الحمد لله. اوعي يكون مزعلك، والله العظيم يتغنى عشق. بصي هقول لحسن يتغنى عشق. والله العظيم يا فاطمه انت خنقتيني بذوقك. ايه؟ منورين يا جماعه، ايه الكمامات دي؟ علشان التدخين السلبي يا حسن. اه، وايه الاخرام ديت؟ عشان يطلع دخان يا حسن. تهويه تهويه. ده انا فكرت عشان الكورونا ولا حاجه. البيت بيتكم منورنا يا جماعه. لا كورونا تعب وعلي، فكك بقى. مش عاجباك يا حسن؟ اهي اهي يا سيدي. يلا يا حسن تعالى، يا حسن تعالى ادخل يا حبيبي. انتوا قاعدين في الضلمه ليه؟ ما تنوروا النور. منورنا يا جماعه، يا اهلا وسهلا. اللي اقول لي يا حسن، وانا سمعت كده انهم عدم المؤاخذه يعني عايزين يطفشوكم من الشغل، ايه الحكايه؟ فعلا خنقونا في الشغل وعايزين يمشونا. هيفضلوا يطفشوكم كده لحد ما تجيبوا اخركم. انا فعلا جبت اخري لحد ما هنموت ونقصين عمر. بقول لكم ايه، لما اشوفهم عايزين ايه. البيت بيتكم بالاذن. بقول لك ايه، هو متضايق من حاجه يا اخي؟ ما اعرفش، هو وش امه كده خشب، انا مش فاهم فيه ايه. هو حد عدم المؤاخذه كده ضايقه في حاجه؟ يا جماعه احنا في بيت وعيب برضك، ولا نقوم نمشي؟ بصراحه مش لاقي اي سبب ولا مبرر يعني ان هو يقوم يتضايق كده. لو هو مش قد الفشخره بيعزمنا ليه؟ فشخره كدابه يا سيدي. والله كنت جيتوا نورتونا، انا الولايه كانت هتشيلكوا في عينيها الاثنين. ده انا حتى قاعد مش مرتاح هنا. تعزمنا ايه يا مصطفى؟ هو انت لاقي تاكل؟ حتى الاكل تحس المره دي ان في حاجه مش مظبوطه، تحس ان اللحمه بتاعته كده مجمده، حاجه كده يعني. يعني دي مش لحمه بلدي بقى زي ما هما كانوا عاملين يقولوا يعني. عشان كده انا عمال اكل حاسس اني باكل كاوتش، عشان كده اسناني وقعت. مالك يا هاجر؟ في حاجه مضايقاكي ولا ايه؟ لا انا مفيش حاجه مضايقاني خالص، انا زي الفل الحمد لله. لو هيكون حسن مزعلك ولا مضايقك ازعل قوي لو ما قلتليش. لا انا وحسن والله العظيم زي الفل الحمد لله. معلش يا فاطمه بس اخرج اشوفهم، ممكن يكونوا محتاجين حاجه. انت يا حسن انت قاعد هنا وسايب الناس قاعده بره، الناس تقول علينا ايه؟ هموت يا هاجر، مش قادر اتنفس. دي لو عربيه رش مش هتطلع كمية الدخانة دي كلها. انا هعمل ايه؟ دي فاطمة قلبها مدخنة جوه. معلش استحمل. ده كل لما سجارة تخلص يولعوا الدنيا في ديلها، خصوصا عم مش حاجة. سجارة في ديلها التانية، سجارة في ديلها التانية. انا اتخنقت. معلش يا حبيبي، لازم تخرج تقعد معاهم، يقولوا ان احنا مش محترمينهم. مش لما يحترمونا هم الاول هيجيبوا اجلنا. مولعين يا جماعه، اقصد منورين منورين يا جماعه. ايه يا حبيبي؟ مش كده يا بابا، في ايه؟ حط ايدك على بقك. معلش ما قدرتش امسك نفسي. وانت كنت فين يا حسن عدم المؤاخذه كده؟ سيبني رايح فين؟ كنت في الحمام، اصل كنت بموت. كل ده في الحمام يا عم حسن؟ انت ايه، الدنيا كانت ماسكه معاك ولا ايه؟ ماسكه على الاخر. بقول لك حسن، ايه يا حبيبي؟ لسعتني يا عم مش حاجه. معلش يا حسن، معلش انا عايز اسالك يا حسن بس على حاجه. ايوه. في حاجه جايه في السكه؟ حاجه دي انا مش فاهم. حاجه يا حسن مش حاجه فاهم. يعني حته عيل كده يفرحنا ان شاء الله، ربنا يسهل. ارحم نفسك شويه. دي السيجاره الكام دي؟
التانية. طب كويس قوي كويس، سيجارتين يعني تقدر تبطل خالص. العلبة التانية. يا اخي يا اخي مش كده، ارحم نفسك بقى، انت السيجارة اطول منك. وانت يا مش حياتك، حرام عليك يا راجل صحتك، ده انت لو داخل تحدي مش هتعمل كده. ايه يا حسن انت مالك يا حسن؟ اخش تحدي ولا ما اخشش تحدي؟ انت مالك يا اخي؟ هجات يعني على السيجاره يا عم حسن اللي بنطلع فيها غلنا؟ في ايه يا عم حسن؟ والله مصطفى عندك حق، السيجاره يا اخي بتخرجك من القرف اللي الواحد بيشوفه كل يوم. بدل ما الواحد يا اخي يرتكب جريمه، هو بيقول لك بطل ومش بطل، فاكرها سهله يا عم عشان هو ما بيدخنش. بكره يجرب زينا ويعرف ان احنا مخرومين، ها؟ معذورين. لا يستحيل، ده من رابع المستحيلات ادمر الرئه بتاعتي ابدا. ويعني ايه رئه؟ يعني فشه يا ضاحي. وانا عندي فشه وعصبان كمان. مش تقولولي والله ما اعرف. بقول لك ايه يا عم حسن، هو انا عدم لا مؤاخذه كده يعني ممكن ابعت البواب يجيب لي علبه سجاير؟ احسن دي قربت تخلص. يا اخي يا اخي ارحم نفسك، دي رابع علبه تحرقها النهارده مش كده؟ لا لا لا، اربع علب ايه، انا اخر علبه واحده بس في اليوم. كتير برضو يا حبيبي كتير. لما اقوم انضف نفسي واشوف مراتي جرها ايه بعد اذنكم. هاجر انت بتعملي هنا ايه؟ هموت هموت. انا قاعده هنا من بدري، انا شبيت سجاير كميت سنه قدام يا حسن. مين سمعك؟ انا جيوب الانفيه اتدمرت، مش قادر اتنفس. يا رب يبقى عندهم دم ويمشوا. يا رب يا رب. يلا لما اطلع اشوفهم عملوا ايه. يا رب يمشوا. بقول لكم ايه يا جماعه، هو احنا باين علينا تقلنا عليهم قوي، ما يلا بينا. طب خلص السجاره. طب يا عم السجاره انت يا مصطفى، يلا بينا يا عم شكلهم بيطردونا بالذوق. انت صح، يلا بينا. فاطمه يلا يا فاطمه. ما بدري يا جماعه. ايوه فاطمه. في ايه في ايه اللي حصل؟ في ايه يا عم مش حاتم؟ لسه بدري. ما هو باين كرم الضيافه يا سي حسن. والله يا عم مش حاتم زيارتك تسرنا وسكرتك هي تضرنا. اه والله. هو في ايه بالظبط؟ جابكم من القرف يا ستين داهيه.